بل أن كل دين هو عدو للحضارة بالضرورة، لكن العكس صحيح أيضا، لأن وجود الحضارة معناه مقتل كل دين. قبل أن أشرأ بتوضيح هذا الأقوال، لا بد أولا من تحديد المفاهيم، وأسأل: ما هو الإسلام؟ ما هو الدين؟ ما هي الحضارة والقيم الحضارية؟ وهل ينسجم الدين معها؟ متى كانت هنالك حضارة دينية؟ ثم إسلاميا، هل كان محمدا يطمح لتأسيس سلطة الرحمن التي دعا لها الرسول، أم حضارة الإنسان؟ وكيف جرت عملية صناعة الإسلام؟ أي الإسلام هو شيء تمت صناعته على مدى قرون. سأطرح أيضا أسئلة أخرى، مثل: ماذا قال رجال الدين عن الحضارة، وكيف هاجموا أعلامها واستخفوا بكل مظاهرها؟ من هم الأعلام الذين جرى أمعهم وتصفيتهم؟ ما هي الآثار التي جرى تدميرها والاستهانة بها؟ ثم هل غزا عرب الجزيرة الشعوب بهدف نشر الحضارة والدين كما يدعي المتملقون، أم أن هدفهم كان تدمير هذه الشعوب وحضاراتها وسلبها ونهبها؟ أسئلة أخرى، مثل: ما هو العامل المشترك بين ثورة النبي موسى اليهودي والنبي عيسى المسيحي والنبي محمد العربي؟ والأهم من كل هذا أو هذه الأسئلة، ما جدوى طرح مثل هذه الأسئلة والقضايا الآن؟ هذه الأمور والأسئلة كلها سنناقشها في موضوع حلقة اليوم من أوهام الدين، فكونوا معي. في المقدمة سأوضح مسائل أساسية. كل دين، أقول شئنا أم أبينا، هو عدو للحضارة والتحضر والتمدن والتقدم والتحديث والتطوير والمساواة بين الناس والتنوع والتغيير. هذه كلها يعتبرها الدين أشياء مضرة ولا توجد ضمن قاموسه الذي نعرفه جميعا، والذي توارثناه، والذي نستطيع البحث والتأكيد على وجود هذه القيم أو لا. من هنا لا يصح أن نقول الحضارة الإسلامية أو الحضارة المسيحية. الدين ككل، كمفهوم، كواقع، كتاريخ، أقرب إلى السياسة والأدب والفن والفكر منه إلى الحضارة. فبلدان يحكمها الدين لن تجد فيها مثلا مسارح أو سينمات أو ممارسات فنية وثقافية، لن تجد فيها مدارس ولا مستشفيات ولا خدمات للمواطنين، ولا حتى حدائق عامة أو مقاهي، ولا مناسبات شعبية مثلا. حتى الأعياد تكون أعياد متخصصة ومكرسة فقط للدين وأهله، أهل الدين. السبب بسيط جدا، وهو أن كل ما ذكرنا يقوم على مثاليات، يعني الدين هو يقوم على مثاليات، والحضارة لا تقوم على هذه المثاليات. لابد أن تكون هي نتيجة تفاعل مع الماديات، وهذا اللي راح أوضحه بعد قليل. نعم، لما نلتفت إلى الماضي سنجد أن هناك حضارة عربية مشرقية بالمشرق العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا، لكن لا يمكن أن نقول أنها كانت حضارة دينية أو حضارة مكرسة باسم أو موضوعة تحت اسم دين محدد مثل الإسلام أو اليهودية أو المسيحية. المهم أنني في هذا التسجيل راح سأقدم محاولة، لن أقدم محاولة لنفي وجود حضارة إسلامية، إنما تقديم أدلة على عدم وجودها أصلا، وأنها ليست إلا خرافة حديثة صنعها موالي ومستعبدون ومتملقون، وفي أحسن الأحوال هم أناس خائفين ومغسولين، أقصد مغسولون يعني عقليا، برين ووش. بل أذهب أبعد وأجزم أن الإسلام ومعه اليهودية والمسيحية ظهرت أصلا للقضاء على جميع حضارات المنطقة والحضارات التي كانت مجايلة لهم. ويعني ماذا أقول إذا كنت متدين؟ سأقول والحمد لله نجحوا جميعا في هذه المهمة، في القضاء على هذه الحضارات، ومنها تم القضاء على حضارات البابلية والآشورية والمصرية.
فترة يعني فترة اليهود بعد فترة طويلة من السبي اليهودي، وهذا ما يتعلق بالجانب اليهودي. ما يتعلق بالجانب المسيحي، نجحوا في القضاء على حضارة روما الرومانية، وهذا في فترة روما أو الدولة الرومانية. وبعد ذلك نجحوا عندما ظهر المسلمين، يعني الدولة الرومانية أقصد بعد 3 قرون أو 4 من ظهور المسيحية، عندما تبنى الإمبراطور الروماني الديانة المسيحية وفرضها على جميع السكان. ومنذ تلك اللحظة بقيت تلك الدولة أو الإمبراطورية، انهارت بعدها حدود 50 سنة، غزاها البرابرة كما يسمون، البرابرة اللي كانوا يقيمون شمال أوروبا شمال روما، وهم أغلبهم كانوا من الجرمان. وفي الوقت نفسه بعد ذلك، بعد أن غزا العرب مناطق التحضر والحضارة في فارس والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا، استطاعوا تدمير هذه الحضارات بأكملها. وأيضا بعد مرور 3 قرون أو 4 بطريقة موازية للطريقة المسيحية، لكن في زمن أحدث أو أبكر من عندهم أو أقرب إلينا منهم، استطاعوا تدمير هذه الحضارة. وكان وما زالت هاي العملية مستمرة حتى هذه اللحظة، يتم منع ظهور أي بادرة لبزوغ حضارة جديدة تقوم على الأساس الأسس المادية والحضارية المعروفة. الإسلام بالنتيجة ما زال مهيمن ومصر على المحافظة على هذا النجاح بالقضاء على كل معالم الحضارة، وعدم ترك أي فرصة لظهور أي حضارة بوجوده ومحاربتها بلا هوادة، وهذا ما نراه يوميا في حياتنا حاليا. كما سأشير أيضا بالأثناء المحاضرة لا شيء لا أعتقد أحدا سبقني إليه، وهو أن الإسلام نفسه، نعم عندما نقول أنه هذا الإسلام لم يشكل حضارة إسلامية، أن الإسلام نفسه في كل نصوصه والنصوص المؤسسة لا علاقة لها بمكان ظهوره، أي منطقة الحجاز ومكة، حتى لو افترضنا بأنه ظهر فيها. أيضا راح أوضح الموضوع أكثر بعد قليل. معنى أقصد أن الإسلام منتج أشرفت على تشكيله وصناعته شعوب المنطقة، شعوب المنطقة المتحضرين، هؤلاء هم الذين استعبدهم يعني قادة قريش، منهم يعني الخلفاء العباسيين قبلهم الخلفاء الراشدين، هؤلاء أصبحوا موالي، وهؤلاء هم الذين صنعوا هذا الإسلام، وبعد أن فرضوه على الجميع بالقوة وأصبح جزءا من حياة الناس ونشاطها المتواصل. هنا هذا الأمر ينقسم إلى اتجاهين، اتجاهين كل واحد منهم ترك بصمته على تاريخنا منذ أيام العباسيين. الاتجاه الأول أن من اجتهد من هؤلاء الموالي كما يسمون وقدم أفضل ما لديه لم يكن مسلما حقيقيا، ولم تكن غايته الإسلام نفسه كدين، بل كانت غايته هي مواصلة مشروع التقدم البشري في زمانه ومكانه. ماذا أعني بهذا الكلام؟ يعني أعني بأنه هو كانت هنالك معالم حضارة ودول موجودة، فهؤلاء تغير عليهم الحكام واستمروا معهم، وجاء حكام جدد، يعني كانوا قبلهم الساسانيين، اجوا حكام جدد، فالحال بالنسبة لهم نفسه، مجرد تغير الحاكم هم يستمرون بأداء واجبهم أو يعني منجزهم الحضاري بشكل مماثل لما سبق. الأمر الجديد أن هؤلاء الذين أتوا وكانت لديهم صحف تركها لهم نبيهم أو كبيرهم، وجلبوها معهم وفرضوا على هؤلاء الموالي أن يستخرجون منها دين كامل، وهذا اللي الآن بعد قرون نجحوا في تأسيسه كما وصلنا حاليا. وهذا هو الاتجاه الثاني اللي تحدثت عليه، أي أن الاتجاه الأول هو أن هؤلاء اجتهدوا في تقديم شيء وتواصلت الجهود الإنسانية الحضارية كما سبق المسلمين أو القرشيين أو العباسيين، كانوا مع حكام ساسانيين استمروا مع الحكام العرب كما استمروا مع الحكام التتار بعد العباسيين. الاتجاه الثاني أن هذا الإسلام اللي تمت صناعته من قبل شعوب المنطقة، تمت صناعة وتهيئة خصيصا لحكام قريش، هو وفق لصحف كانت لديهم كما قلت وسميت بالقرآن لاحقا،
هذا الإسلام بقي منفصل عن شعوب المنطقة، أصبح نوع من الفصل الطبقي بينه وبين الناس، وهذا الإسلام نفسه ما زال لحد الآن لا أحد يفهم شيئا منه حتى الآن. الآن بالسنوات الأخيرة بدأنا نفرز ونجد هاي التناقضات العجيبة الغريبة، والكل لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة مطلقة أو نهائية في أي قضية من قضايا الإسلام، لا بتعريف الإسلام، لا بتعريف الفقه، لا بمعرفة ما هو القرآن كيف نصفه، لا نعرف ما هي، لا نعرف أي قضية تلمسها قضايا الإسلام غير مفهومة وغامضة ومحط خلاف. وهذه نظرية كبيرة وخطيرة أيضا، أعتقد سأؤجل بحثها حاليا. قبل كل شيء لابد أن أشير إلى مسألة أساس، أنه أنا أعرف أنه المتدينين راح يزعلون من اللي راح أقوله، وأقولهم انتظروا رجاء لا تصدروا حكم سريع، لما تعرفون بأن مطالبتكم باعتبار الدين هو مولد للحضارة أو أن الدين هو الحضارة، فهذا لابد أن يكون فيه إساءة لدينكم قبل أن تكون إساءة للحضارة. الحضارة لا تشرف الدين، ويجب أن تعترفوا بهذه المسألة، وعندما تطالب الحضارة فأنت تفقد دينك، فعليك أن تختار بينهما بدون مواربة. أما إذا كانت مطالبتك للحضارة هي محاولة لجذب الأنظار للدين وتحسين سمعة الدين، فهذا رياء ونفاق لا أعتقد أي دين يفخر به ولا أي متدين، مجرد ادعاء ودحض حجج الآخرين وانتقاداتهم، قل هذا هو ديننا وانتهى الموضوع. وسأوضح، أحد علماء الدين والشيوخ الدين أكد هذا الاتجاه وقال هذه الحضارة لا تشرفنا، وراح أوضحها بعد شوي. أبدأ وأقول أن معاداة الحضارة هي أبرز مميزات الدين التوحيدي. والسؤال لماذا ظهرت الأديان التوحيدية؟ أنا أعتقد الآن بعد قراءة واسعة في تاريخ الأديان التوحيدية والظهور تاريخ المنطقة عموما منذ أيام السومريين والفراعنة أو المصريين القدماء حتى هذه اللحظة، لاحظت بأن الأديان التوحيدية ظهرت خصيصا للقضاء على أي حضارة في المنطقة. كان هنالك نوع من الغل والحقد الهائل على هذه الحضارات، وممكن أن نفتح الكتاب المقدس ونجد هذا الغل والحقد الشديد ضد هذه الحضارات، ويعني هذا ممكن نشوف اللحظات الأولى لظهور اليهودية وهي أول ديانات التوحيد كما نعرف، وهذه الديانة ما زالت تلعن عبرها، وأيضا القرآن نقل هذه اللعنات ضد الفراعنة والنمرود وما إلى ذلك. هذه كلها كانت تلعن حضارات بابل وأشور وتلعن روما ومصر، وما زالت كما قلت كلمات فرعون ونمرود ما زالت تشكل شيء كلمات سيئة في ذاكرتنا التوحيدية، وهي اللي تجعلنا نرفض تاريخنا كشعوب من شعوب هذه المنطقة وننسب أنفسنا إلى مكان هو لسنا له وليس منا ولا يشكل ثقافتنا، مناطق بعيدة نائية جدا لم يرها أحد منا في حياته ولن يستطيع أن يعيش فيها. طبعا لا أقصد الوقت الحالي، بس أقصد أنه هاي الآلاف السنين التي مضت كانت مناطق مجدبة نائية لا أحد فيها إلا مجموعة من القبائل المتفرقة والواحات التي تجمع بها الناس وتتعرض لغزوات وبشكل مستمر وبما لا يسمح بتأسيس أي حضارة. كما نعرف الإنسان يعيش إما في الحضر أو البادية، هذا التعريف البسيط. فالحضارة تتطلب وجود مدينة ومكان تتجمع به الناس، معنى آخر يكون هنالك استقرار. لهذا نجد عندما نجد مقارنة بين هاي الأديان التوحيدية والحضارة أو الحضر أو الناس المقيمون في المناطق المدنية، نجد أن هذه الديانات رعوية في جوهرها الديني حتى في جوهر الديني التشريعي، تشريعا وفكرا وعقلا ووعيا وقانونا ويعني بكل التفاصيل، هي تجد أن هنالك لمسات رعوية واضحة. المسلم بالتالي كاليهودي دائما يشكل داخل شرنقة الدين ويتم قولبته على هذا الدين، ويرفضون بالنتيجة الحياة مع المختلفين عنهم دينيا وحضاريا، لا يتعاملون مع الآخر المختلف بأي شكل من الأشكال،
وإذا فعلوا هذا فيفعلونه بطريقة شكلية وغير حقيقية، يضمرون العداء للآخر ويبقون في مناطقهم، أي أنهم يعيشون داخل هذا الإطار الديني الذي اللامرئي الذي يعيشون فيه، يذهبون إلى أي دولة بالعالم مثلا المسلمين أو اليهود دائما يتجمعون في أماكن متقاربة مع بعضهم. هذا ليس نقدا، ولكن هذا يوضح طبيعة القبلية أو العشائرية، أنه مجرد هو الديانة التوحيدية هي نقلة صورة القبيلة والشيخ حولتها إلى صورة دين ونبي، وفي الأعلى هنالك سماء، يعني صورة الخيمة على أرض منفتحة لا وجود لآخرين، والسماء في الأعلى وهنالك الشيخ يربط بين الجانب، شيخ عشيرة أو نبي يربط بين هذه السماء وبين هذه الخيمة، آخر غير موجود بالتالي. وهذه الخيمة لا ليس الأرض ليست مهمة، إنما هي هذا الشيخ هو المهم، والخيمة التي تجمع الجميع، وهذه السماء التي فوقنا أينما ذهبنا، هي الوطن الحقيقي للراعي هو السماء، لأنه الأرض لا قيمة لها، الأرض مجدبة لا تنفعه بشيء، والسماء هي التي يستطيع السير من خلالها. يعني كل احنا نعرف كانت الحركة لا تتم إلا عبر تتبع النجوم وحركة الأفلاك. بالتالي علاقة البدوي أو الدين التوحيدي علاقته بالسماء وليس بالأرض، وكما نعرف أن الحضارة أي لا تتأسس، إنما تتأسس على الأرض وعليه. تجد المسلم الآن أو اليهودي أو المسيحي الملتزم جدا، يعني قبل العصور الحديثة، هؤلاء يشعر بالغربة والعزلة بعيد عن جو الذي تعود عليه الجو الديني. هؤلاء يعني أشبه بقبائل توحيدية يحميها إلى واحد كما قلت، وهذا الله يرفض أي جوار إليه أو حتى وجود أي نظام آخر أو إله آخر، وهذا مبدأ المنافسة القبلية نفسه. من هنا راح نفهم كيف نجحت اليهودية في أن تأخذ ثأرها من مصر وبابل وأشور وروما، نفهم كيف جعلت أنبياءها وتعاليمهم نافذة في عقر دار تلك البلدان والحضارات، وهذا اللي حصل مع المسيحية كما قلت. مجرد اعتنقت روما المسيحية سقطت بعدها بعقود قليلة ودخلت في عالم العصور الوسطى المظلمة لمدة 1000 سنة. طبعا أداكوا كلمة مهمة لنيتشه ذكرتها الآن، يقول أنه نجح اليهود في أن يجبرون على أن نسجد على 3 يهود عبر التاريخ، والأول هو المسيح عليه السلام، والثاني هو موسى، والثالث مريم العذراء. وقال هؤلاء 3، بولس الرسول أيضا ما أتذكر بالضبط، هو ذكر 3، قال هو نجحوا في أن هاي القبيلة التي كانت المقموعة في الصحراء أو في البراري وكانت ترعى الأغنام، هذه نجحت في النهاية عبر كتبها بأن تجعل نصف البشرية تسجد لهؤلاء 3. الآن حتى لا نتحدث بطريقة نظرية، راح نروح ناخذ لنا نظرة على التاريخ والحضارة الإسلامية أو ما يسمى بالحضارة الإسلامية، ونرى ماذا نرى. نرى أنه كثيرين تحدثوا، يعني أنا ما أحتاج أتحدث عن كيف حارب الدين العلم والعلماء المفكرين وكفرهم وقتلهم وقتلوا أدباء وقتل وأيضا حرق المكاتب، وكان هناك فخر واعتزاز بحرق هذه المكتبات العملاقة، ومنها مكتبة الإسكندرية ومكتبات في إيران دولة ساسانية، وأيضا بعد ذلك زمن صلاح الدين حرق مكتبة فاطمية هائلة كانت يعني تضم يعني ذخائر أشياء، يعني ما زلنا لو كانت موجودة كان غيرت كثير من تصوراتنا لذلك الزمن. أنا راح أختصر الإشارة لهؤلاء وأقول إن هؤلاء جميعا، أي يعني العلماء والمفكرين والأدباء والناس، كل إنسان عنده نزوع أنه يعبر عن ذاته وعن مجتمعه وعن رأيه الخاص، هؤلاء جميعا جرت مطاردتهم وقتلهم ونفيهم وتكفيرهم، وأنا أشوف أن هذا أمر طبيعي، يعني لا يمكن للدين أن يجد مساحة له بوجودهم، أن هؤلاء يشكلون خطر عليه، لابد أن نعترف بهذه المسألة. هذا هو الدين، الدين يبحث عن السلطة والسلطان، المفكر والعالم يبحث عن الحقيقة، وشتان بين الاثنين أو الاثنان بسيطة، يعني المسألة لابد أن نفهم أنه هذا الدين يريد السيطرة على الجماعة، أنت تأتي وتقول أن هنالك آراء وأفكار أخرى
راح تشتت هذه الجماعة وتمزق وحدتهم. وفعلا المفكر والعالم هو مصدر فتنة، لابد أن نعترف بهذه الحقيقة، ولأن الدين هذا هو علينا أن نقبل الأمور كما هي. لا نقول يعني أنا ما أريد أتحدث أنا أنتقد الدين، لا، إنما نريد أن نصف هذا الدين كما هو، ونصف ما آثاره اللي تركه على التاريخ وعلى الناس وعلى المجتمعات. فعندما نقول هذا الدين هو هذا، هذه مواصفاته، وهذا هو الفكر، وهذا العلم، هذا الإنسان، وهذا الإله، وهذا الرحمن، وهذا النبي، هذه التعريفات كلها عندما نتمكن من أدها كل شيء راح يتضبط. بعد ذلك اللي كل واحد يختار اللي أجمل. والآن تاريخيا نعرف كل احنا بأن القبائل العربية غزت بلدان الحضارة آنذاك، كان الهدف هو الواضح السلب والنهب. وأيضا في حديث الرسول الكريم مع أبو جهل عندما اختلفوا في عندما كان عمه أبو طالب مريضا، دخل وتحدث مع أبو جهل وأبو لهب وقال ما سبب خصومتك معهم يا ابن أخي؟ قال أنا طلبت منهم كلمة واحدة، وذكرتها بعض الفيديوهات، أنه يقولون لا إله إلا الله، فهذا فقط اللي طلبته من عندهم، وهذا اللي أوعدهم بكنت بأنه سيطيعنا بسببه العرب، يعني بلدان العالم بأكملها بذلك الزمان، العجم والروم. وواضح أنه كان الهدف هو السيطرة على الآخرين، وليس يعني مسألة الدين كانت أداة للسيطرة على الآخرين، وهذا يعني لا ضير فيه، لا يمكن أن يعتبر شيء مسبلة. هذا طموحات موجودة، الشعوب بأكملها كانت تغزو بعضها. كان الهدف كما قلت السلب والنهب، وليس لنشر الدين. وبدليل أنه الآن روحوا ابحثوا على كل الكتب، أي لا تجدون مؤرخ واحد من الطبري إلى المسعودي إلى كل المحدثين وكل الروايات عن غزو وفتح كما يسمى فتح تلك البلدان كان الهدف منها الغزو، ولم يطلب ولا كلمة واحدة ولا حديث واحد ولا رواية واحدة أنه الغزاة العرب كانوا يطالبون الناس بالانضمام إلى الدين والإسلام. بل أن الخلفاء بعض الخلفاء بعد الاستيلاء على هذه الدول رفضوا انضمام الدين إلى الإسلام، لم تكن هنالك دعوة إلى الإسلام، كان الإسلام عبارة عن مسألة فخرية خاصة بالعرب فقط، وهذه المسألة لا يجوز أن ينتمي إليها الآخرين، لأنه عندما ينتمي إليها يعني ما راح تحصل جزية من أدها. وهذا موضوع ممكن يعني أعطيتكم الإشارة ممكن تدخلون وتفصلون به. السؤال الآخر، إذا كانت هنالك حضارة عربية إسلامية، فأولاً كلمة عرب، هي العرب مسألة إرادة لها نقاش كبير، أنه أكو فرق بين العرب والأعراب، الذين غزوا بلداننا البلدان المنطقة كانوا هم أعراب، وكان موجودين عرب أصلاً، وعرب أغلبهم كانوا مسيحيين، لكن هذا موضوع طويل ما نناقش فيه. السؤال، هل غزا هؤلاء الأعراب الأجلاف كما يقول، أو الذين كانوا من الذين حاربوا أبو بكر بحروب الردة، هؤلاء أتوا للسلب والنهب، هل كان يرافقهم أطباء، علماء فلك، معماريين، مهندسين، مفكرين، مثل ما نابليون عندما غزا مصر؟ الجواب واضح، يعني ما أتوا أي شيء من هذا القبيل. الآن أذكر بعض النقاط على هذا الموضوع. عندما غزا العرب بالقرن الأول تقريبا بحدود القرن السابع الهجري الميلادي، ما كان هناك إسلام مثل اللي نعرفه، ولا كان هنالك قرآن، مجرد بدو أعراب همج سيطروا على البلدان، وسماهم القرآن نفس الكريم سماهم بالأعراب. ثانيا، هناك مفارقة بأن يقال أن الغزاة جلبوا معهم حضارة، والحضارة لا يتم تصديرها عنوة ولا قلعها، يعني ما ممكن تقلع حضارة من مكان وتزرعها بمكان ثاني، وحتى إذا فعلت هذا فلم تكن لدى عرب الجزيرة حضارة أصلا، فكيف ينقلونها؟ وهذا مو مسبب لعرب الجزيرة، لأنه هما يعني بلد مفتقد لكل بلدان صحراوية، مجاميع متفرقة، ولا توجد أسباب لحضارة، يعني أي إنسان يولد بتلك المنطقة يعني جدب صحراء كاملة، فكيف تؤسس حضارة في ذلك الزمن؟ كان بالكاد واحد يجد شيء يأكله أو حتى يشربه، كان الماء هو عبارة عن ترف ما بعد الترف بالنسبة للعرب ذاك الزمان. ثالثا، أن القرآن نفسه لا ينتسب للجزيرة ولا لمكة، فلن تجد فيه تقريبا آثارا لأي منهما،
يعني هو كتاب مقدس نعم، لكن أغلب آياته تناول جغرافيا وتاريخيا قضايا حدثت لأنبياء في الشام ومصر تحديدا. أي أن القرآن بأكمل عبارة عن يعني هو مستورد لل يعني هو ظهر في مكان ما له علاقة بال أكو فاصل بينه وبين المنطقة الجغرافية اللي ظهر بها الرسول، وبعد ذلك حدث نوع من الخلط بعد أن تغيرت القبلة، أصبح هنالك نوع من الحضور الجزء المكي أو اليثربي في النص القرآني، لكن بقى بنسبة ثلثين تقريبا أو ثلاثة أرباع الكتاب الكريم هو كتاب له علاقة بالسردية التوراتية، وهذه السردية لا علاقة لها بالجزيرة العربية لا تاريخا ولا جغرافيا ولا جغرافيا. يعني القرآن أيضا جرى جمعه وتفسيره عبر قرون، لم يكن هنالك الفاتحون يعرفون ما هو القرآن، هنالك أشخاص محددين كانوا يعرفون هذا الموضوع، ما موجود هالشيء. القرآن بالتالي هو يعني القرآن هو نصوص جرى نقلها حالها حال الحديث النبوي. يعني هنالك القرآنيون يعني يعتقدون بأنه أكو فرق أن القرآن مسألة جرى حفظها ولا يمكن الجدل فيها، لا بالعكس، البحوث الحالية وراح أقدم بحوث حول هذا الموضوع أن القرآن الكريم فيه الكثير من الجدل، ولا يسيء للقرآن ولا للإسلام في هذا الموضوع كما صور الجميع الآخرين. الحديث بالتالي هو أيضا منقول حال حال القرآن، فبالتالي يعني هذا اللي يعتقد القرآنيين هؤلاء هو وهم في وهم، وهذا ما في إساءة، هاي بحوث علمية وممكن مناقشتها، لا ضيرة في هذا الأمر كما أعتقد، وأنا ما أقصد أجرح أحد. بالتالي رابعا لا يوجد إسلام جرى تصديره لدول حضارة آنذاك، هذا الإسلام كما قلت جرى اختراعه فقهيا وعقائديا، أين؟ ليس في الجزيرة، إنما في الدول التي جرى احتلالها ومن قبل الناس الموجودين أو الموالي أو من سموا بالموالي اللي هم عبيد استعبدوهم، وبعد ذلك أطلقوا عليهم أسماء عربية وهم سموا نفسهم أسماء عربية وانتسبوا على عشائر عربية لكي تتم حمايتهم، وهؤلاء لأنهم مثقفين جرى تقريبهم من الخلفاء وخدموهم بما يعني مجرد أن نطلع الفقهاء يعني 90 أو 95% هم أغلب الفقهاء والباحثين والمفكرين والعلماء والجميع كلهم فرس وعراقيين ومصريين، ولا يعني المفارقة يسمون مسلمين والعلماء العرب المسلمين. لماذا هذا الزيف؟ يعني عندما تجي تنظر من الخارج إلى هذا الدين وتفاصيله تجد هنالك كم هائل من النفاق والكذب والرياء، فكل ما ترفع طبقة تجد طبقة أخرى وطبقة طبقة، وكل هذا مغلف بماذا؟ مغلف بقداسة مزعومة ترفضه، لا تلمس، هذا حرام. فأنت ما تقدر الآن أصبح من الطبيعي لكل إنسان أن يتساءل ما هذا؟ هل أنا نفهم هذا الدين؟ أنت تقول هذا ديننا يابا، عين وراس، هل نفهم هذا الدين؟ ليش تمنعني؟ فهذه أسئلة مشروعة إذا أنا تحدثت بها أو أكو آلاف بدأوا يتحدثون أصبحت عملية لا يمكن مقاومتها ولا يمكن ردها، وعلى كل مؤمن أنا أدعوه أو كل مسلم مع احترامي أن يقتنع بهذا الأمر وينفتح ذهنه على كل شيء، لأنه لن يخسر شيء، وبالعكس الدين راح يصير أقوى ويصير أوضح، لأنه أكيد هذا الدين ما دام استمر أكيد بيه جوهر عظيم وقوي وممكن استثماره، أو رب بعد أن نرفع كل هذه الأغطية الوهمية والكاذبة والكذب والنفاق والخرافات أكيد راح نلقى جوهرة عظيمة بداخله هي اللي سمحت له بأن يبقى على مدى 14 أو 15 قرن. خامسا، تم تدمير معظم معالم الحضارة في تلك الأثناء، وأما ما تبقى من معمار بنايات فتحول إلى مساجد، وقام ببنائها المعماريين نفسهم اللي هم أبناء المنطقة، يعني المسجد الأموي جرى استيراد بعض المتخصصين في البناء المصريين، وايضا جامع مدينه بغداد المنوره ايضا اعتمدوا على نسيت اسمه مشهور يعني جدا مشهور اسمه المهندس الذي بنى قصور ابو جعفر المنصور، ويقال بانه قتله بعد ان قال له شوف هاي المدينه جميله عندما صعد على اسوار
القصر الملكي، قال له هذا قال له هذا شيء عظيم اخترعته. فرمى أبو جعفر المنصور من أعلى البناية أو القصر مالته لكي لا يتم بناء شيء مماثل لهذا القصر. سادسا، لا يوجد شيء اسمه دولة إسلامية، وهذا اشتغلوا عليه كثيرين هاي المسألة، خاصة عبد الرازق المصري بالثلاثينيات القرن الماضي عند قبل نحو 100 سنة. ماكو دولة إسلامية في أي زمن. كانت هناك دول تم القضاء عليها، دولة رومانية ساسانية كانت هي أساس الدولة الإسلامية الجديدة، بل أن القانون الروماني هو كان أساس ما يسمى بالشريعة الإسلامية، وهذا مسألة لا تقبل الجدل. وممكن تسوون سيرش أو بحث عن في الجوجل وتشوفون دراسات ضخمة جدا بجامعات العربية ومختلف جامعات العالم بالعربي والإنجليزي، تجدون الأسس الرومانية للشريعة الإسلامية، فضلا عن أنه نظام الدواوين في الدولة الإسلامية كان يديرها يعني موظفين الفرس والمسيحيين، خاصة يعني الدولة الأموية كان يديرها يوحنا دمشقي، هو وأبوه عائلته كان هم هؤلاء يشرفون على هذه الأمور. سابعا، ماذا كان يفعل الغزاة الجدد أو قادة الغزاة الجدد؟ كانوا وما زالوا لحد هاي اللحظة، هذه ما هم لا هم لهم سوى الحكم وقبض الأموال والأخماس والتمتع بهذا السلب والنهب للعباد. كل ما في الأمر أنهم يعني اضطروا للاستعانة بمثقفي تلك البلاد لإدارة شؤونها، وأمروهم بوضع قواعد دين جديد، لأنهم يعني بناء كما قلت بناء على الصحف تركها لهم زعيمهم الروحي، وأغلبهم يعني لما نراجع الآن الخلفاء الراشدين وبعدهم نجدهم لا يفقهون شيئا من الدين، ولا هذا الدين اللي نعرفه احنا ما لهم فكرة عنه ما عدا الإمام علي طبعا، وأيضا هنالك كثير من الموضوع على الإمام علي، ربما الإمام علي بسبب قربه من الرسول، أي أن الرسول كان وضع دين أو نصوص لم يقرأها أحد بدقة إلا بعد وفاته بقرون بقرن أو أكثر، وأصبحت الأسئلة تستجد، وهذه النصوص هي كما قلنا ما كان أحد يفهمها، ولم تكن هي الموضوع إلا بعد أن صارت خلافات يعني بعد عثمان بين حول السلطة ومناصب السلطة، بعدها بدأوا ينظرون هذا الموضوع وكانت القوة هي الفيصل في الأمور بدلا من الفقه وما إلى ذلك. ثامنا، حضاريا العرب لم يبنوا شيئا في بلادهم، يعني هم في منطقة اللي خرجوا منها ما كان لحد هاي اللحظة أو لحد يعني القرن العشرين ما كان أكو أي أثر معماري أو حضاري في مناطق العرب التي خرجوا منها، فكيف لهم أن يؤسسون حضارة في بلدان الآخرين؟ حتى ملابسهم كانت مستوردة، يعني الطبقة الغنية من عندهم مستوردة من الشام ومن العراق ومن مصر، حليهم أيضا مستوردة من ذلك، بل حتى سيوفهم، بل بعد أكثر من هذا حتى الأصنام اللي موجودة في قريش في الكعبة كانت مستوردة، لأنه كانوا لا يصنعون الصنم في بلدانهم. كان واحد من الجيل السابق على الرسول شاف صنم قال هذا ما هذا؟ قالوا له هذا صنم كذا جيد ذو الشراء أعتقد، قال هذا يدفع الشر ويحمي المناطق، قال أعطوني واحد من عنده، وإجا خلاني صبب الكعبة، فقال هذا إله جيد يشتغل يعني. فتخيلوا الموضوع، العرب كما يقال كانوا عبدة أحجار أكثر، يعني منذ زمن قديم يعني قبل يعني من 3000 سنة كانوا عبدة أحجار وأنصاب، ولهذا السبب يشوفون يعني ربما الحجر الأسود له علاقة بالموضوع، وهذا يعني العبادة الأصلية للعرب هي عبادة أحجار، الأصنام مستوردة من العراق والشام وما شاكل يعني المناطق القريبة عليهم. قد يقول البعض أن الخط العربي الإسلامي هو له علاقة يعني هذا فن متحضر ووحدة من علامات الحضارة الإسلامية، هذا كلام مو صحيح، لأنه الخط لا يعتبر فنا إنما يعتبر من الفنون التطبيقية، والفن شيء نابع من الذات الإنسان ذائقته، يعني لها علاقة يسموها بالجليل والجميل، علاقة بين مسألة الإنسان عندما يتأمل شيء مشاعر خاصة أو لمسة خاصة رؤية خاصة، عندما هي كما يقال أنه الفن هو تكنولوجيا الحواس، أنه كيف ترى كيف تتذوق كيف تسمع
كيف تنصت، كيف تعزف، هذه كلها أشياء لها علاقة بالذات. أما عندما تجي للخط، فالخط العربي هو أولا ليس بالخط، الخط مناطق الشام والعراق هو من أسماء يعني، خط الكوفي، الخط الحجازي، وليس بالحجازي هو خط شامي، فأسمي الحجازي فقط. حتى الخط اللي كان مستعمل في مكة هو خط مسند هو يمني. فبالتالي الخط هو في النهاية وفن تطبيقي، يعني من الآن لا تستطيع أن تقول بأن هذا مصمم أزياء مثلا، هذا مو فنان، هذا يسمونه فنان تطبيقي، أي أنه يؤدي شيء فني صحيح لكنه يستهدف، يعني يقدم لأن يتحول إلى بضاعة، يعني ما لا يقدم شيء إبداع خاص به، إنما يقدم شيء للآخرين وللمجتمع الذي يعيش فيه. أما عندما تجي موسيقي يقدم معزوفة جديدة فهي هو إبداعه وإبداع الخاص، ويقدمه الآخرين إما يتقبلوه ويذوقوه أو لا، هم حار في هذا الشأن مثل القصيدة وهكذا. فهذا الشيء العلاقة بالفن، يعني العلاقة بالشيء، العلاقة بالحضارة ككل. الآن أخلص إلى القول أن الحضارة الإسلامية أو ما يسمى بالحضارة العربية الإسلامية هي ليست أكثر من شعار سياسي فقط للترويج لدين الكهنة ورجال الدين، والتطبيب يعني التربيت على أكتافهم وجعلهم راضين مرضين وخارج الشبهات أو الدعاء بأنهم دمروا هذه الحضارات ودمروا هذه الشعوب وسيطروا عليها واختطفوا كل شيء فيها لصالحهم. طبعا هؤلاء كهنة عندهم شعارات كثيرة دائما يبثون هذه الأفكار وهذه المفاهيم المغلوطة ويخلون الناس دايخين بها 100 سنة 200 سنة يناقشونها بلا جدوى، دائما يضعون قضايا لا علاج لها، قضايا غامضة، الله موجود أو غير موجود، يظل صار 1000 سنة يتناقش الله موجود أو غير موجود، كأنما هي قضية الحياة هاي الأولى والأخيرة. لكن الغاية دائما تلاحظون هذا التشويش أو ما يسمى بالتجريف الوعي وتدميره، خليك دائما أنت محتار ما تعرف الحقيقة، وهو بالتالي سيد عليك ويقول لك هاي هي الحقيقة، ولا لا تطيعني أنت كافر ومرتد وعليك وأقيم عليك الحد. قضايا مثل الإعجاز القرآني، أكو بعضهم طلع لك الاشتراكية بالقرآن، ديمقراطية بالقرآن، أكو موديل، أكو يعني مودة طلعت قبل فترة، اقتصاد الإسلامي وهكذا. فأخلص إلى القول النقطة الأخيرة لهذا بهذه الفقرة، هناك فرق بين الاحتلال السياسي والهيمنة الحضارية. الحضارة شعاع لا يمكن مقاومته وتترك أثرها حتى بعد زوالها. سومر مثلا حضارة السومرية، ليش سومرية؟ ليش هي حضارة السومرية؟ لأن أنتجت أشياء انتشرت في كل مجرد إنتاج، مثلا مجرد ما ابتكروا الكتابة والعجلة على سبيل المثال انتشرت فورا لكل مكان حتى هاي اللحظة، الكتابة موجودة. آشور مثلا ابتكروا العربات وابتكروا طرق زراعية وابتكروا هاي المنحوتات الضخمة للثور المجنح وما إلى ذلك، أيضا انتشرت وما زالت موجودة. الآشوريين والبابليين أيضا كل حضارة أسست شيء وقع مستمر لحد هاي اللحظة. اليونان ليش حضارة؟ لأنه فكرة، هم أسس الفلسفة والعلوم واللي كل البشر بيكملهم لا يمكن استغناء عن هذه الأشياء لحد هاي اللحظة. الغرب أيضا ابتكر السيارة والمحرك والموبايل وفلسفة التنوير وطروحاتهم العقد الاجتماعي ومبادئ القيم حقوق الإنسان والتسامح والليبرالي، أشكال يعني هاي كلها أشياء لا يمكن تغاضي عنها حتى هذه اللحظة. وبالمقارنة ماذا نجد؟ ما الذي خلفته الحضارة العربية الإسلامية؟ لم تخلف شيئا له علاقة بالحضارة، لا، إن هنالك ربما أكو أشخاص راح نحضر بعض العلماء جرت الاستفادة منهم، لكن هذا ليست علامة على وجود حضارة، إنه أنت مثلا واحد ابتكر نفق شيء معين، لكن مو إنه حضارة بأكمل ابتكرت الكتابة وسيستم بأكمل يشتغل على هذا الأساس. لكن يجي مثل خوارزمي اكتشف الجبر، ماذا؟ هل هذا كان الاكتشاف جزء من الحضارة؟ هل تم جراء استثماره؟ هل كان جزء من ماكينة الحضارة؟ لا، مجرد هو كتاب. وهكذا ابن سينا ده كتاب القانون في الطب، 7 قرون بقى مرجع لجميع الدول العالم، لكن من اجل اوروبا دخل ضمن نسق ضمن سيستم وتأسس وتجرى البناء عليه وتطويره. لكن بالحضارة العربية الإسلامية او ما يسمى لم يجري، انه هذا التراث الذي تركوه لم يهتم به احد، ترك كما هو
وإذن هو لم يصبح جزءا من عتلة الحضارة وتطورها. والآن هذا القسم انتهى، وراح أتحدث عن قسم الآخر الجزء الثاني من الحلقة عن وتناول بها قائمة مفصلة بأشهر علماء المفكرين العرب اللي جرى تكفيرهم وقتلهم عبر التاريخ. هذه قائمة بأسماء العلماء الذين جرى قمعهم وقتلهم وتكفيرهم ومطاردتهم وإلغاء كل منجزهم العلمي الذي يفتخرون به بعض المسلمين الآن، ويعتبرون بأنه كانت حضارة عربية إسلامية هي التي تأسس عليها الحضارة الغربية. وحتى لو كان هذا صحيح، فهؤلاء هذا مسبة، هذا يعني وصمة عار، أنه هذا الشيء اللي إحنا يعني لا نفكر، احنا بس مجرد نفكر بالدفاع عن مواقفنا واخطائنا. لو كان هذا صحيحا، فهذا اللي كان احنا يعني جحا اولى بلحم ثوره. فانت ذا هؤلاء تم استفاد منهم الغرب، وانت ما استفادت منهم، هاي وصمه عار عليك. يعني بالعكس، انت الان تنتقد نفسك وكانك تقول ان المجرم او الذي جعل الاوروبيين يستفيدون من اناس ظهروا من بيننا وكفرناهم وقمعناهم، والمفارقة من كفرهم ودمرهم وقتلهم وألغى منتجهم وألغى تأثيره يعني عبر التاريخ، هو نفس الآن اللي يفتخر بهم ويقول نحن أسسنا، وأنه ويعتبر أن هذا المنجز هو بفضله هو. في الحقيقة هذا الشيء مناقض أنه كما قلت أن الأديان التوحيدية تظهر للقضاء على أي فرصة لظهور حضارة، لأنه أي مو إساءة للدين، لا، لأنه هو يريد يسوي قطيع، هو ما يريد يسوي حضارة. يعني أصلاً لازم حتى نعيد تعريف الدين ونعيد تعريف الحضارة والإنسان كما قلت في البداية، وراح أتحدث عن هذه التعريفات حتى نعرف نفرز بين الأشياء، وبالنتيجة راح عندما نفهم كل شيء كل يعني كل ذي حق يأخذ حقه. هذه الأمور عندما تتضح أمامنا ينتهي، يعني بعد ذلك ما يحتاج أنت تقول أنت لماذا تقول كذا ولا تقول كذا. قلك هذا هو الدين، هذا هو الإنسان، هذه هي الحضارة وهكذا. الآن ابن سينا مثلا قالوا عنه الذي توفى 428، هذا أمامكم، ممكن توقفون الصورة وتشوفون تفاصيل حتى وخذ هذه القائمة كاملة، ممكن أرفقها بعد ذلك، يعني أنشرها في موقع، ويعني أرفق الرابط بالدسكريبشن. ابن سينا إمام الملاحدة، فلسفي النحلة، ضال مضل، من القرامطة الباطنية، كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتفاصيل أيضا. ابن المقفع، هذا توفي سنة 145، كان مجوسيا فأسلم، وعرب كثيرا من كتب الفلاسفة، وكان يتهم بالزندقة، هذا طبعا قتل في البصرة، وهو صاحب كليلة ودمنة، وفعلا هو يعني هو فعلا ضد الدين. هم كلهم، حتى بن سينا كان لا ينام اذا ما يشرب كاس من الخمر يوميا، فكان يعتبره صحي جدا. فهم هاي يعني هو حر، انت تجدي هو ضد الدين، يعني لابد ان نعترف به، يعني هؤلاء هو انسان حر، كيف يكون مفكر الا هو جزء من القطيع؟ لا يمكن ان تكون مفكر، يعني لو هاي واحده منهم، اما ان تكون جزء من القطيع او ان تكون يعني انسان منفرد ومنفتح و تحاول أن تفهم وتؤسس لنفسك شيء خاص بك. ابن المقفع جرى تقطيعه وشوي أجزاءه وإجباره على أكلها بنفسه. جابر بن حيان كذلك، الخوارزمي، هذا العملاق صاحب يعني هذا اللي هو الأرقام العربية كما تسمى الآن، وأيضا هو صاحب الخوارزميات الجوريثم اللي الآن هي كل الكمبيوتر والعالم بأكمل قائم على الخوارزميات. الجاحظ المعتزلي، الكندي يقول هو من أوائل الفلاسفة الإسلاميين، منجم ضال متهم في دينه كأخوانه الفلاسفة، بلغ من ضلاله أنه أنكر الوحي وحاول معارضة القرآن بكلامه، وهذه المصادر. الرازي طبعا الطبيب من كبار الزنادقة الملاحدة، يقول بالقدماء الخمسة الموافق لمذهب الحرانيين السابع، وهي الرب والنفس والمادة والدهر والقضاء، وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك، وصنف في مذهب هذه وزندقته مشهورة. الفارابي من أكبر الفلاسفة وأشدهم إلحادا وإعراضا،
كان يفضل الفيلسوف على النبي. ابن الهيثم من الملاحد الخارجين عن دين الإسلام. طبعا ابن الهيثم قصة كل ما يحصروه يتأجلون ويتخلص منه، وحتى ترك البصرة وراح إلى مصر وقال أنا راح استعداد، يعني كان هو صاحب فكرة أسوان، هو من كبار العلماء يعني وحيد عصره. ابن الهيثم الوحده يعني شخص لا يمكن وصف عبقريته، وهو صاحب شلة العدسات والأبصار ومن أوائل العلماء الأوبتكس يعني البصري، علم البصرية. ابن ثابت بن قرة هذا من صابئي كافر فيلسوف ملحد منجم، هو وابنه إبراهيم بن ثابت ماتوا على ضلالتهم. قال الذهبي رحم الله فيهم يعني ما ادري، المهم يعني كفروهم، لان هم اللي نقلوا الفلسفه وكانوا من بلاد الخلفاء العباسيين. ابن رشد الحفيد ايضا هذا فيلسوف ضال ملحد، هذا حرقه وكتبه ونفو، يعني ابن رشد تعرفونه، نفو بقريه يهوديه شمال المغرب وعاش بها حتى مات، وجنازته شائعه بها واحد فقط هو ابن العربي. المعري طبعا هذا المعري يعني هذا مشهور بالزندقة، يقولون على طريقة البراهم الفلاسفة، وفي أشعاره ما يدل على زندقته وانحلاله على من الدين. هو يقول اثنان أهل الأرض، أهل دين وأهل علم، ما ذكر منشور هذا البيت جدا يعني ما يحضرني الآن، أنا حافظه. الطوسي نصير الكفر والشرك والإلحاد فيلسوف ملحد، هذا من كبار الفلك، كان وزير لهولاكو. عباس بن فرناس هو فيلسوف موسيقي منجم نسبة إليه السحر والكيمياء. ابن طفيل ابن النديم، وهكذا أسماء كثيرة ممكن تطلعون على التفاصيل والمصادر الكاملة اللي تأكد هذا الكلام. الآن احنا تحدثنا قلنا الدين لا علاقة له بالحضارة، وأن الدين يقف على الضد من الحضارة، وهدف الأساسي القضاء على الحضارة ليس تأسيس حضارة بمعناها المادي الذي يختلط فيه الروحي بالتالي أو بالفكر بالواقع. هاي الحضارة هي اللي تأسست، يعني كل منجزات البشرية هي منجزات حضارية، ولا ما هي منجزات الدين؟ عندما نجي نشوف منجزات الحضارة منجزات الإنسان ونقارنها منجزات الدين، ماذا أنا؟ ما هي منجزات الدين؟ سؤال أعطيكم سنة كاملة طلعوا لي منجزات الدين، أين هي؟ دعونا نرى منجزات الدين. عندما مجرد أن تقول منجزات الحضارة، الآن أنا أتحدث معكم من هذا منجز حضاري، الآن كيف أتحدث معكم؟ هاي النظارة اللابسة منجز حضاري، العدسة، الكاميرا، كل شيء، يعني كل هاي الأشياء. فالدين ماذا؟ أين؟ الآن سجد لي شيء له علاقة بالدين. الآن عندما ترى الإنسان ترى المنجزات الحضارية على محيات، تلقى بالملابس، تلقى بشكله، تلقى بحلاقته، بطريقته بالكلام، تلقى بنظارته، بالموبايل مالته، بالنوع القماش اللي لبسه، هاي كلها منجزات حضارية. أين الدين؟ جد لي الدين أين؟ الآن عندما ترى أي إنسان يمشي بالشارع تشعر أنه هاي الحضارة، لمسات الحضارة موجودة عليه، لكن لا، ربما تجد لمسات الدين عندما تجد لابس لبس فقط، وهذا مو منجز حضاري، مو كوكتيل، هذا هو جاي منتمي إلى قضية مختلفة، مو منجز حضاري. الآن كيف يرى عالم الدين الحضارة؟ كما ترونها أمامكم الآن، هاي قائمة جمعتها من خلال عدد من رجال الدين المعروفين وبعضهم سلفيين، راح أتحدث بشكل مختصر، ممكن توقفون الصورة وتشوفون تقرونها بأنفسكم. إن الحضارة الإسلامية الصحيحة إن وجدت فستكون زمن الصحابة، في زمن الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولأن أئمة الدين هم كتائب الله في أرضه. ثانيا أن العلوم الدنيوية هي علوم الأوائل التي قيل أن المسلمين برعوا فيها، وأما علوم الأوائل التي قيل أن المسلمين برعوا فيها فهذه لا نفع فيها ولم تنتشر إلا في وقت المأمون. ويقول شيخ الإسلام يعني يقصدون ابن تيمية أن الله لن يغفل عن المأمون، لن يغفر عن المأمون ما أدخله على المسلمين، بترجمة كتب الفلاسفة اليونانيين. ثالثا أن الفلسفة هي منبع الضلالة ومنجم الباطل، قد عشش بها الشيطان وضرب فيها قبابه، يعني الفلسفة هي يعني الشيطان داخل بها وأسس كل شيء بها، أسس يعني صروحه.
وقد حرمها جميع المحققين من العلماء. هؤلاء خالفوا المعقول وأضلوا الأمم. لاحظوا المعقول بالنسبة لهم، حتى تعرفون كلمة عقل، معنى كلمة عقل في الدين وماذا يقصد بها في الآيات القرآنية وفي الحديث النبوي. كلمة عقل لها علاقة بالعاقل الذي يعني يعاكس المجنون، العاقل الذي يرى طريقه، وليس العاقل المعنى الذي يفكر ويستعمل عقله. ممكن يستعمل عقله، لكن يستعمل عقله في ما هو في فهم الدين، ويعني في أخذ في إطاعة التعليمات وتنفيذها، هذا حدود العقل، أكثر من هذا غير مطلوب منه. أما عن الكيمياء فقالوا رابعا، حدثنا عن العلوم الدنيوية والفلسفة، والآن عن الكيمياء. هذه يعتبروها أشد تحريما من الربا، الربا وإنما يفعلها شيخ ضال مضل. أما في علم الفلك فقالوا أعلم أن جميع علماء الفلك المسلمين الذين يفاخر بهم المحدثون إنما هم منجمون كهان مثل الخوارزمي وابن البناء والطوسي والمجريطي وغيرهم. أما فن العمارة، وهنا اللي كثير من الذين المتملقين للدين يقولون بأن العمارة هي فن إسلامي، فيقول أما فن العمارة فليست في الإسلام من الإسلام في شيء. هذا الشيخ اسمه ناصر الفهد، عنده كتاب ممكن تراجعونه وبيه مصادر، يعني مو المهم هو الشيخ، المهم المصادر الموجودة والذين ذكروا هذا الكلام. فن العمارة فليست من الإسلام في شيء، وذكر وهناك حديث يستشهد بحديث الفتح الباري 95 11 جزء 11 صفحة 95، قال الرسول من رواية عمارة بن عامر: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نوديه يا فاسق إلى أين. فهذا ما يتعلق بالعمارة. الآن سأصل إلى تعريف الدين والحضارة. تقول أن الدين هو أكبر أعداء الإنسان، لا أعني الإنسان كما الإنسان المنفرد، أقصد أعني الإنسان كمفهوم. لا يفهم الدين وجود شيء اسمه إنسان، الإنسان مفهوم ومقبول فقط عندما يكون منضوي ضمن قطع أو ضمن جماعة. أما الإنسان منفردا فهذا أو منعزلا أو لديه أمر خاص به وأفكار خاصة وأدى خصوصية وشخصية وأدى فرادة خاصة، هذا أمر مرفوض قطعي. طبعا الدين هو عدو أو أكبر أعداء الإنسان، وهدف الأساسي دائما القضاء على هذا الإنسان. يسمي هذا الإنسان المنفرد بالشيطان، هو الشيطان، هو العبارة النفس اللوامة المضلة، هذا هو، هاي يعني الدين هو هيك، مو نهج ضد الدين، هو هكذا. الدين بالتالي هو أكبر أعداء الإنسان، وعليه فإن دينا يؤمن بالإنسان هذا دين غير موجود، بل لا حاجة لوجود هذا الدين أصلا. لا يؤمن بالإنسان السبب بسيط، يعني إذا الإنسان هو موجود فعلا فما الحاجة لصناعة الدين باسم هذا الإنسان، هو موجود فما يحتاج تسوي دين باسمه عليه. فإن تعريف الدين هو فن استعباد إنسان لإنسان واستخدام كل السبل من أجل جعله يحث نفسه بنفسه على الإذعان وإسلام نفسه لصاحب الأمر والصولجة طبعا. والهدف هو انصياء جماعة المؤمنين لحكم الآلهة وطاعة أوامرهم وتطبيق تعاليمهم. كيف يحصل هذا الإذعان؟ طبعا ليس بجعله مبدعا وحرا وقادرا على الإبداع والابتكار وصنع الحضارات، إنما أجادت فن صناعة القطعان أو تحول إلى جزء من هذا القطيع. طبعا هناك أمر أخطر من هذا وربما غير مسبوق، وهو أننا كشعوب لا يوجد لدينا دين، حتى لو طبقنا جميع تعريفات الدين المعروفة فما الذي سيبقى لدينا؟ لا يمكن هذا الدين، تعريفات الريليجن مثلا وغيرها هذا لا تنطبق على الدين الموجود لدينا. لدينا كل ما لدينا عصابات متناثرة ومذاهب متفرقة، كل واحد وجماعته وشيخهم. هنالك دول وممالك طبعا، لكن هي مجرد عبارة عن ما أسميه كثبان رملية تتراكم أحيانا ثم تتناثر أثر أي هبة ريح، والأمثلة لا تحصى. يعني مجرد هجمة تتار وصلوا لبغداد سقط الخليفة وذبحوه بأمر من الطوسي، حتى هولاك كان ما ناوي لهم. ايضا ذكرون صدام، هاي الجعجعة مالته الضخمة، بلدان هشة دخلوا وانتهى الموضوع خلال ايام. وايضا داعش احتلت ثلث العراق في كم يوم. وايضا نذكر، احنا نذكر كيف سقط مبارك والقذافي وبن علي. انا اذكر الاشياء معاصرة، يعني ما اذكر اشياء قديمة، القديمة اكو بالالاف.
الدين بالنسبة إلينا كمفهوم خارج كلمة الدين العربية ليس هو الدين الصحيح أو بالمعنى الأكاديمي، إنه مجرد صوت مرفوع على مؤخرة قطيع عليه فقط أن يدعن للأوامر الموجهة لأفراده، وعلى الجميع في هذا القطيع أن يسيرون حسب مشيئة الصوت الذي يصاد به ظهرهم. وهي كلمة سياسة، هذا معنى كلمة سياسة، وساسة ساسة الخيل، هذا معنى كلمة سياسة، ما لها علاقة بكلمة علم السياسة. أيضا كلمة الدين ما لها علاقة بالدين، كل المصطلحات ما لها علاقة لها معنى تراثي يختلف عن معناها المعاصر، كلمة علم أيضا وهكذا، حضارة أيضا تأنيش آخر. على كل حال هذه المشكلة مو ما لها علاقة بالإسلام فقط، لا هي مشكلتنا أنها مشكلة الطاعة، مشكلة مو بسبب الإسلام، الإسلام هو إفراز من إفرازاتها. يعني هاي المشكلة عندنا عمرها 4000 سنة، والإسلام كان نتيجة واضحة إلها، وكما قلت أن الأديان التوحيدية تحركت بهذه الطريقة. وهناك فيورباخ أدب بأصل الدين مقولة يقول يبدو أن هاي الشعوب الشرقية عندها مشكلة في يعني ما لا تعيش إلا بطريقة أنه الآخرين يقودونها وتقدم الولاء والطاعة، وتخاف من هذا إله جبار متعنت، وعندهم هذا الصورة حلوة. ممكن أسوي حلقة عن مفهوم الله الشرقي بالنسبة عند فيورباخ. والآن ما هي الحضارة؟ هي الحضارة كل منجز مادي، وكما قلت هي كلمة جاءت من الحضر أي سكان المدن. السؤال الآن ما هي العلاقة بين الدين ومناطق الحضر أو الحضارة؟ سؤال مو سهل طبعا، ويختلف بين دين قديم ما قبل توحيدي ودين شمولي سلطوي توحيدي. السلطوي التوحيدي يقول بكل شيء لصالح، يجير كل شيء ويضمه لمنطقته ويرفض أي شيء آخر، بل ويقرر إفناءه وتكفيره وسحقه بأي طريقة. وهذا فكما قلت أنه الدين التوحيدي لا يبني حضارة على الأرض ولا مدينة، إنما يبني مدينة في السماء. وعندما نشوف قديس أقصدين عند مدينة الله، وهاي مدينة الفاضلة أنت موجودة في ذهنه، مدينة فاضلة هي ما بها شيء، مجرد قطيع، لما تفكر بها هي مجرد قطيع يتبع أوامر الله ويسير عليها كما يسير الكمبيوتر أو الروبوت. لكن الحضارة كائن أرضي مادي ملموس معاش. يعني حتى أضرب مثل بسيط جدا، حضارة هي كل ما يبقى بعد غياب الإنسان. أنت تدخل أي مدينة اعتبر ما بيها بشر، أو مدينة مثل بومبا اللي قوها أثروا عليها بعد طمرها بركان سيزوف، نسيت اسمه، فأثروا عليها قبل 100 سنة ووجدوا الناس كما هم، فوجدوا مدينة كاملة والمجاري مالتها معالم الحضارة واضحة، إنسان غائب أو ميت أو منتهي، لكن وجدوا هنا بنيان بحوت بنظام للمجاري، وجدوا الملابس محددة، أكو مظاهر الحضارة. يعني الأثر المادي للإنسان هو معالم حضارة. الآن عندما الدين يغيب ما الذي سيخلفه الدين؟ لن تجد مجرد تجد مآذن، وهاي المآذن لا تعني شيء، لا يمكن أن تفهم أي شيء. إذا يجي إنسان من المريخ أو كائن يجي من المريخ ويشوف مآذن ما تعني شيء، معمار، بس الدين هو كدين وينه ما تحس. لكن الحضارة تشوف مباني، تشوف حقائق عامة، تصاميم، تشوف موسيقى، آلات موسيقية، تجد نتاج معزوفات، نوتة موسيقية، تجد شعر، تجد أدب. إنما تجي للدين ماذا تجد؟ كلها أوامر ونواهي وتعليمات. هذا مو حضارة. وهذا يفسر ليش إنه دائما المادة ضد الدين، يكره الدين، لأنه تدمر مشروعه، تعطل كل قواه، تعارض كليا معه، فهذا لا يمكن أن يسمح الدين بها. هذا يوضح أيضا أمر مهم، لماذا الأديان التوحيدية لا تعترف بوطن ولا بأرض ولا مكان ملموس؟ لأنها أصلا هي كما قلت نتاج شعوب بدوية تنقلة، ارتباطها بالسماء وليس بالأرض. الأرض بالنسبة لها متاهة غير مفهومة، ولا حاجة لإدراكها. أما السماء فهي الدليل والمرشد والهادي والصراط يسير عليه، وهاي السماء ممكن تشوفها يروها اللجوء إليها بشكل يومي، يصلوا لها ويدعوا لها ويرفعوا، يعني علاقتهم بالعمودية مع العالم، وجعلوا علاقة الفرد مو علاقته بالآخر.
مو علاقته أفقية بالآخرة، لا علاقته عمودية، هو بينه وبين الله، وهذه العلاقة غيرها رجل الدين إلى والصالحة وبالتحالف مع السلاطين. الآن أقول تعريفي الموجز للحضارة، هي كل ما يخلفه الإنسان بعد غيابه ويبقى شاهدا على أثره ومنجزه المادي والفكري والروحي. طبعا باللون الآخر هو تعريف أدق لهذا الموضوع، لكن اختصرت بأنه كل ما يخلفه الإنسان بعد غيابه. أعرف أنه مثلا أنه حكمه على الدين يبدو متعسف وإطلاقي وفيه تعميم، لكن كما أثبتت لكم وقدمت لكم أدلة كثيرة على صحة هذا الكلام، وطبعا أدعو الجميع إلى أن يعني يفندون ما قلت ويطرحون رأيهم، وأنا ما عندي مشكلة أراجع أي شيء، لا بأس، أي مانع ما عندي. يعني ربما يقول بعض أنت عندك رغبة للإساءة للدين أو استفزاز المستمعين، أنا أقول لهم لا، كما قلت عندي مستعد لتقديم، قدمت ما يثبت قولي، وراح أقدم بالجزء الثالث عن أتحدث عن صراع الحضارة والدين، وأيضا راح أتحدث عن العقل بين الدين والحضارة، وأتساءل لماذا يتصرف الدين بهذه الطريقة أو رجال الدين بهذه الطريقة ضد الحضارة، وهل أن الدين هو أداة فقط لفرض السلطة وليس لنشر الحضارة، وأنوع إلى علاقة العقل بأرسطو ورؤية أرسطو للعقل وعلاقة هذا الأمر برجال الدين، وأتنوه بالجزء الثالث إلى يعني الاستحواذ والسلب والنهب هو قانون ديني. أختم بالقول بأنه إحنا سيقال أنه الدين يؤسس حضارة، لا بأس، لكن سؤال المعاكس اللي راح يكشف حقيقة الأمر، لماذا المتدين لا ينزعج إذا سمع شيخه يتحدث أو يقول أن الحضارات كلها وثنية وكافرة ولا تحكم بما أمر الله ويجب التصدي لها؟ هذا سؤال مهم. راح أخذ هذا الكلام من اسمه شخص دائر سلامة، مستشهد بأشياء، راح أخذ جزء من كلامه عن هذا الموضوع، حديث طويل، ممكن تشوفون الموضوع نفسه بنفسكم، حديث كثير. يقول لم تقدم الحضارة الغربية للبشرية إلا التفرد والتوحد والركض وراء المال والشهرة والظن بأن التقدم التقني هو السبيل لرفاهية العيش، تلك الرفاهية التي قوام ميزانها أن يزيد الأثرياء أزداد الأثرياء غنى والفقراء فقرا، تلك الرفاهية التي زادت قدرة دول استعمارية استعمارا ونهبا للخيرات وتركت باقي أمم الأرض نهبا للأطماع وتحت رحمة أباطرة الدكتاتورية وغلاة الاستعباد وسوء الرعاية. لم يعد بمقدور الغرب أن يواري سوءته، وهو أول من يهضم حقوق المرأة ويتكلم. يكفي أن ترى مثلا كيف تنهب أفريقيا، ثم بعد قرون من ملاحم الصراع بين العالم الإسلامي وبين الغرب، أذنت شمس المسلمين التي سطعت على أصقاع الأرض بالغروب، ما تعرف ليش تغرب يعني، ليش أذنت يعني، فأضحت بلاد المسلمين تموج بموجات استعمار عسكري. يعني ما يفسر، يعني يقول إنه لا، هي الشمس المسلمين غابت، يعني مو سبب الإسلام نفسه والدين نفسه، لا، هي الوحدة غابت. من يجي الاستعمار لا يقولها شوف الإسلام هو سبب الخراب، شوف شلون يطفر عالمية الطفر المتعسفة. قبلها يقول مثلا، يقول إنه بالبداية لم تقدم الحضارة الغربية البشرية إلا التفرد والتوحد، يعني هذا كل اللي قدمته الحضارة الغربية؟ كلام واضح، تحامل على هاي الحضارة الغربية اللي سمحت لك أن تكتب الآن وتنشر وعندك موقع وسمحت، يعني أكو أشياء، من قال إنه الحضارات بأمل كل شيء بها جيد؟ هاي الحضارة العاشورية من ألعن الحضارات، حضارة عظيمة جدا لكن من أشرس الحضارات وأقساها على البشرية، وكانت تسب الشعوب وترحل الشعوب على مدى آلاف الكيلومترات. لا يعني لكن الحضارة الغربية، هل تستطيع أن تتخلى عن الحضارة الغربية؟ احجم وهاجم الحضارة الغربية مليون سنة، لكن هل تستطيع أن تستغني عنها؟ لابد أن نعترف بالحقيقة. فعلى كل حال أختم هذا الجزء وأشكركم على الاستماع وآسف على الإطالة، وأتمنى أسمع آراءكم، وشكرا جزيلا ومع السلامة.